بعد معارك واشتباكات عنيفة تمكنت الفصائل الثورية وبدعم تركي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب وإعلان هذه المدينة محررة بشكل كامل. نحن الآن في مركز المدينة في مركز مدينة سراقب. استطعنا الدخول إلى هذه المدينة بعد معارك واشتباكات عنيفة بين الفصائل الثورية من جهة وقوات الأسد وميليشيات الاحتلال الروسي من جهة أخرى. سبق تحرير سراقب تحرير عدة مناطق وبلدات بالقرب من سراقب. نتحدث عن آفس ومجموعة من المناطق والصالحية ومجازر وغيرها من المناطق في محيط سراقب. حتى هذه اللحظة البلدة أو المدينة تتعرض لقصف عنيف جدا من قبل طائرات الاحتلال الروسي وطائرات الأسد والمدفعية التابعة لعصابات الأسد. الفصائل الثورية أو مصدر عسكري أخبرنا قبل قليل أن معارك التحرير ستستمر حتى استعادة كل المناطق التي خسرتها الفصائل الثورية مؤخرا. ربما سوف يكون الهدف التالي باتجاه المناطق الجنوبية باتجاه مناطق معرة النعمان. المنطقة تتعرض للقصف المكثف من قبل المدفعية التابعة لنظام بشار الأسد وميليشيات الاحتلال الروسي. نسمع أصوات الاشتباكات في محيط المدينة. المصدر العسكري أخبرنا بأن نطمئن المدنيين في مناطق ريف إدلب الجنوبي بأن مناطقهم سوف تعود إليهم تباعا وأن المعارك لن تتوقف عند سراقب بل سوف تستمر. إذن الأصوات القصف والاشتباكات تدل على ضراوة المعارك التي تشهدها المنطقة. المعارك مستمرة ومستمرة جدا. هناك فرحة كبيرة من قبل الأهالي بعد تحرير سراقب رغم الغصة التي ترافق هؤلاء الأهالي نتيجة احتلال عصابات الأسد وميليشيات الاحتلال الروسي لمناطق في ريف إدلب الجنوبي. لكن الثوار يؤكدون أن معاركهم سوف تبقى مستمرة حتى إرجاع كامل المناطق التي احتلتها عصابات الأسد وميليشيات الاحتلال الروسي.